واحدة من الأخوات سألتني تقول دكتور هواي دادوخ ما أقدر أوقف، هل هذا من أثر الرجيم؟ لا والله. تعي أقول لك يعني إيش سوينا؟ إحنا بدلنا بدل ما تأكلين موز نال شكلي خيار. يا تخاطر نبيك يعني اللي ما يأكل موز يأكل خيار يدوخ، ما له علاقة بويه. إحنا ما منعناك من الأكل، إحنا قللنا في صورة خفيفة لكن نفس الأكلات اليومية تأكليها، بدل ما تأكلين ثلاث شفات شير تمن سوينا على شفشيرين، بدل ما تأكلين مثلا على سبيل المثال ست فواكه باليوم سوينا ثلاثة أربعة. إحنا ما لعبنا بالأكل مالك، إحنا بس قللنا المقادير ما تبقى مقدار أقل من الثلث. فعلى هالأساس هاي مال الدوخين وتوجه تقول صار لي شهر بالبرنامج، ما ممكن خلال شهر هالأعراض تظهر، بلي مرات من يزيد عن يقل الوزن أكثر من 6-7-8 كيلوات نقول قد الفيتامينات قلت، نقول أخذ فيتامينات حتى لصل عندك الحالة هاي. مع ذلك أنا هنا أوصيك إذا حقيقة دوخة عندك فكثر الملح بالأكل إذا ما عندك ضغط، هاي واحدة. وأكلي يوم أخذي يومية كبسولة مالتي فيتامين، الصيدلة تقول لي مالتي فيتامين وذ مينرال يعني مالتي فيتامين ويا الأملاح مالته، فإذا تأكلين هذا الصور راح يصير عندها هاي المشكلة مالتك راح تروح.